غيره الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة يحتجم؟ لا، هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى، يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة فإنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب الإيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليها احتجم، ومن لا فلا. واضح؟ واضح إن شاء الله. شيخنا في سؤال. نعم. شيخنا في غزوة